هذا يسأل يقول ما هو الضابط الشرعي في العدل بين الزوجات؟ العدل بين الزوجات في النفقة وفي القسم، والقسم عماده الليل، والعرف يتدخل فيه. يعني بعض الناس الآن تظن أنها تحكم زوجها مثل بعض النساء مثل خدامة، لا تروحين ولا تجين. وأنا أضرب مثال، رجل عنده زوجتين وهو عند مثلا حصة مريم جاوا أهلها ذاك الليل بتعشون عندها، حصة تقول ما تروح لهم. ليه؟ المفروض يروح يتعشى معهم، جاينا ضيوف، يروح ويتعشى معهم ويجلس ويودعهم لأنهم في بيته. صحيح. ها؟ صحيح. فإذا جاء وحصة أهلها وهو مثلا عند مريم يجلس عند حصة. صحيح العدل هذا. هذه يا إخواني هذه أمور، لكن بعض الناس لا، بعض النساء ما جسمه ما تعرف العدل. ولذلك من بعد المغرب وينك؟ وين رحت؟ وين جيت؟ طيب أنا عزمني زميلي اليوم وراح عليه، مين بتجي العزيمة إلا في ليلتي؟ ها؟ أو سفر. طيب وش أسوي؟ هيك بدي عزمته في ليلة فلانة. فهذه يا إخواني ينبغي لنا أن نفطن ونوسع الصدر. والله يا إخواني أنا شفت بعض الحريم جاب لنفسنا الضغط والسكر وطلسا بسبب الغيرة. صحيح. الغيرة، ترى الغيرة باب الطلاق. ولذلك المرأة العاقل تدعو الله أن يريحها من الغيرة، وأن لا يسلط عليها الغيرة، وأن لا يبتليها بالغيرة. يا إخواني الغيرة الناس مرتاحين، ومن كان فيه الغيرة ما يرتاح. صحيح. ما يرتاح أبدا. طيب هذا راح وش ليش أحرق أعصابي أنا من أجل هذا الأمر؟ يا إخواني الله لما ذكر القسم قال وأحضرت الأنفس الشح، شح. لكن ينبغي لنا أيضا أن نعالج هذا الشح، ما نورط أنفسنا ونبلش حالنا ونجيب لنا أمراض كلها بسبب مثل هذه الأعمال. نعم.